شهد مقر جامعة الدول العربية مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الأكاديمية الوطنية للتدريب وجامعة الدول العربية. تهدف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها إلى تعزيز الوعي بمفهوم التنمية المستدامة ودعم الاستثمار في رأس المال البشري والتحول الرقمي والتكنولوجي من أجل دعم جهود الطرفين في تنسيق التقدم الإقليمي العربي والأفريقي نحو تحقيق أهداف التنمية، وذلك من خلال التدريب وبناء وتنمية القدرات.